نشد عائلة شابة خيرة من بلدية مدريسة بولاية تيارة مذوي البر والأحصان مساعدة ابنتهم على تجاوز محنتها في الحصول على مساعدة 2000 يورو ما يفوق قيمتها 200 مليون سنتيم من أجل إجراء عملية زراعة الكلى على مستوى مستشفى متخصص في الأردن بعد أن وجدت متبرعا لابنتهم وهو شقيقها إلا أن حالتهما المادية لم تسمح بإجراء العملية. ميكروفون ديار بن داود. أعاني من قصور كلوي، نقوم بعملية الغسل أو التصفية، عندي 5 سنوات. الحمد لله كاين حل، هو الزراعة، زراعة الكلى، والحمد لله يا ربي لقيت خويا متبرع يقدر يمد لي كلوة. العملية ممكن بعث للمستشفى تاع المستشفى الإسلامي في الأردن وتقبلوا، يعني بعث لهم التحاليل كلش. قيمة العملية هي 12,000 دولار، والمبلغ ما عنديش انا، يعني ممكن عنديك مبلغ صغير، ما يعني ماشي يقدر اللي يدير لي العمليه كامله. ونتمنى ان شاء الله يا ربي من الجزائريين كل ولا من كل يعني اللي يقدر يعاونني. انا متبرع بين مد اختي كلوه، نتمنى ان شاء الله من قلوب الرحيمه الناس اللي فيها الخير والناس اصحاب الاعمال هذه ان شاء الله يعاونوني في اقرب وقت ان شاء الله باش نديروا لها العمليه.